السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مرة أخرى في فيديو جديد. إن شاء الله اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة ديال واحد التورتة اللي هي صحية 100%. صراحة كتجي بنينة في المذاق، بالخصوص الناس اللي ما كتعجبهمش الحلاوة كثيرة، وبالنسبة للناس اللي كيديروا مثلا الريجيم أو لا اللي كيحاولوا يعني ينقصوا من السكريات، فهاد الوصفة يعني راها ليهم هما بالخصوص. ولكن بالنسبة للناس اللي بغاوها بطريقة اللي تكون حلوة، فأيضا يمكن يستعملوها بمكونات أخرى، إن شاء الله أنا غنذكرها لكم من بعد. إذا بالنسبة للمكونات، فغادي نحتاجو لواحد 220 غرام ديال الشوفان، 375 مليلتر من حليب جوز الهند، وغادي نحتاجو 170 غرام ديال الشوكولاتة السوداء اللي فيها واحد النسبة ديال 62% حتى يعني 62 حتى 70% ديال الكاكاو. بالنسبة للأخوات اللي بغوها تكون حلوة، فكنصحكم أنكم تستعملوا شوكولاتة يعني عادية اللي ما تكونش فيها نسبة الكاكاو كثيرة، وممكن لكم تضيفوا واحد معلقة ديال النوتيلا، ممكن أيضا تضيفوا القليل من هذا القرقع واللوز، يعني الإضافات كتبقى على حسب الاختيار. اللي بغى يضيف الزبيب كذلك ومثال، كتنوعوا فيها كيف ما بغيتوا. انا صراحه اكتفيت بهذه ثلاثه المكونات اللي هما يعني سهلين. وبالنسبه للحليب، يعني يمكن لكم تستعملوا الحليب اللي هو عادي. هنايا خديت هذاك الحليب ديال جوز الهند، غادي نسخنه مزيان وغنضيف له هذاك الشوكولاته، وغادي نبدا نحرك حتى كندوب هذاك الشوكولاته كامل. تقريبا بحال اللي كتحصلوا على واحد الكاناش، وغادي نضيف هذاك الشوفان لهاد المكونات، وغنخلطهم مزيان وغنوضعهم في واحد المول اللي غنكون يعني فرشت ليه واحد البابيي كويسون باش يسهل لي الديمولاج ديالو. خليكم معايا وبقاو معايا باش نشوفوا ان شاء الله الشكل النهائي بإذن الله. اذا هنا اخواتي خديت هذاك الخليط وضعته في المول، كتحاولوا تقادوه وتزوقوه من الفوق، يعني الزواق كيبقى اختياريه، اما ديروا لي زاموند افيلي، اللوز مهرمش، القرقاع، صوص ديال الشوكولاته او صوص الكراميل، كيبقى يعني على حسب الرغبه. صراحه كنت غادي ندير لكم في فيديو واحد هذه الوصفه، ووصفه ديال الشوكولا شو، ولكن ما بغيتش نطول عليكم، نخليه ان شاء الله نديروا لكم في فيديو اخر. كنتمنى وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم. الى اللقاء اخواتي في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.